ومتابعين حلقتنا ومننتقل الى ملتقى لبنان الدولي الاول للخط العربي يلي شهدته جامعه الايوال. هالملتقى رح يستمر لمده اسبوع بمشاركه خطاطين من لبنان والعالم العربي بهدف اعاده احياء الخط العربي. التفاصيل كلها عن هالنشاط منتبعه بهالتقرير. تمسكاً بالهوية والحفاظ على الأصالة وتكريم الأبجدية ولغتنا العربية، أقامت الجمعية الإسلامية الخيرية للعلوم والمهن ملتقى لبنان الدولي الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية بظل تقدم التكنولوجيا واكتساح الكمبيوتر عالم الخط، ولكن بتبقى بصمة الخطاط أكثر حيوية وحرارة وتقدير خالدة بخلود لوحاته. لقينا بلبنان أنه كتير في إعلانات و إعلام عم يكتب بلغات غريبة وعجيبة عن اللغة العربية، يعني اللغة العامية المحكية. عم نستدعي خطاطين من برا، يعني مثل على نفقتنا الخاصة، لحتى نرجع نشجع الخط العربي بلبنان اللي هو صار عدم حقيقة. الخط العربي بعتقد هو ثروة بين إيدينا، ما بيجوز لا الخط ولا الزخرفة إنه نفرط فيهم، ويمكن اليوم هي خطوة جيدة ومباركة أنه يعود هذا الاهتمام من خلال الاتحاد الدولي للخط والزخرفة. طبعا المعرض الأول رح يضم مجموعة من أعمال كبار الخطاطين بالإضافة للمزخرفين، بالإضافة لحضور مجموعة من الخطاطين، حيكون في ورش، حيكون في تعريف بالخط العربي. خطاط يكتب في الخط الذي يريده فنكتسب خبره، مثلا خطاط يكتب في خط النسخ نكتسب خبره، وخطاط يكتب في خط الثلث أيضا، وأنا أكتب في خط الجلي التالي. معرض بيفسر معنى الكتابة بحرف من نور، حرف الكمبيوتر أو نور شاشته، بل الحرف المضاء بنور أنامل أكثر من 70 خطاط من لبنان والعالم العربي اشتركوا لعرض القيمة الجمالية للخط العربي الأصيل لمدة أسبوع بجامعة الأداب والعلوم والتكنولوجيا بلبنان. شاركت بلوحتين أنا بخط الثلث، طبعا فيهم يعني بعض الشيء من التجديد كلون، كل لوحة بحد ذاتها بالفعل تحفة فنية إن كان بالشكل، والمضمون طبعا مضمون كريم جدا. أنا مبسوط كثير إنه هاللقاء المنتدى مثل ما بدك تسميه موجود ببيروت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، مكتوب الخط الديواني الجلي، الكتابة على أرضية الورق كانسون، وهذا بثر الثقافة وفي تنوع، بظهر شيء اللي هو الموجود فينا في ثقافتنا العربية. ما أجده اليوم في هذا المعرض أنواع الورق، هم يصنعون الورق، الخطاطون يصنعون الورق بشكل قديم، ثم أنواع الحبر يصنعونه من الرمان ومن أشياء طبيعية. طاغي أكثر شيء الخط العربي بأشكاله المختلفة، بس بشكل رسمي بشكل كلاسيكي. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، مثل العادة الختام بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكرة بنعطيكم موعد بحلقة جديدة، لكن انطرونا. باي.